السؤال الثاني، لبس النساء للأحذية الملونة ذات الألوان الملفتة والجوارب الملونة. طيب، ذكرت أن هناك ما يسمى بالأحذية الملونة تنتشر عند النساء. الألوان، وقد ذكرت في السؤال أن الألوان ملفتة، اللفت للنظر أو اللفت الانتباه أمر نسبي، لكن الذي ينبغي أن يعلم أن المرأة يجب عليها أن تبتعد عن كل ما يكون سبب للفتنة. وقد قال الله تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. هذا في الزينة المخفية، أنه لا يجوز لها أن تضرب برجلها في سيرها إذا كانت قد وضعت خلخالة وما أشبه ذلك في قدمها ليسمع زينتها، فكيف بإظهار الزينة وإبداؤها؟ لا شك أن هذا مما يخالف ما أمر الله تعالى به. لكن مسألة التشدد في ما هو الملفت من غير الملفت، هذا أمر قد يكون نسبي، وقد يكون ملفت في أول الأمر وليس ملفتا في آخره وعند انتشاره. نعم. فالمقصود أنه ينبغي المرأة أن تراقب الله تعالى، الله وهذا بين العبد وربه، والله تعالى رقيب على أعمال العباد، فلتبعد نفسها عن أن تفتن أو تفتن، هذا هو الواجب على المرأة وعلى المؤمن عموما في جميع شأنه. نعم.